شباب، والله راح نوريكم طريقة تخط الإعلانات، لأنه في كتير ناس ما بتعرف طريقة تخط الإعلانات في قناتي. خلوكم عشر. أول شي راح نستنى هاي الأربع ثواني، الخمس ثواني، ثلاثة، نستنى العدد دي يخلص، نكبر الصفحة عليها. بعدين راح نضغط في وسط السكيب أد بهذه الطريقة. والله لا تسيبشي انت، حط رجوع، حط هاي تبعية الصفحات، إدارة الإطارات، بوس عليها مرة، مسكر الصفحة اللي انفتحت. شايف هلا هون كنا صفحة الإعلان، عفوا الصفحة المطلوبة، راح تسكر الصفحة، هترجع على الصفحة الأولانية، تلاقي الرابط فتح، وأي رابط مو حصرين بيه، أي رابط بالقناة بنفس الطريقة. وبس، مع السلامة.